قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. دي من الأحاديث الجميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمة الإسلام بينهما علاقة الأخوة، وقال ربنا عز وجل: إنما المؤمنون أخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. الحديث: المسلم أخو المسلم. وفي قول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال أهل العلم: أي يسلم بعضكم على بعض. فسمى ربنا عز وجل المسلم بالنسبة للمسلم إيه؟ نفسا. نفسا. بعض الصوفية استفادوا هذا المعنى، يعني إذا كان المسلم هو أنا، هو نفسي، يبقى لما بدخل البيت بقول السلام عليكم كأني أسلم عليه على نفسي، يبقى هم أنا. أخذ المعنى اللطيف ده فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. غبت بك عني فظننت أنك أني، يعني أنا لما بفتقدك في الحقيقة أنا لا أفتقدك، وإنما أفتقد نفسي، وعندما ألقاك لا ألقاك وإنما ألقى نفسي. طبعا دي دلالة على شدة العلاقة بين المتحابين. فهذا الأخ الحبيب القريب صاحب هذه المنزلة كيف تذكره في مغيبه بما يكره؟ ينفع؟ بس هو ده المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.